السيسي وترامب يتوافقان على تثبيت وقف إطلاق النار بليبيا وعدم التصعيد تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار. البرلمان يوافق على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود. الصحة العالمية تؤكد نجاح لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا وتعتبره خطوة إيجابية ومشجعة. التاسعة مساء في القاهرة والسابعة بتوقيت جرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. بداية هذه النشرة مع نهى درويش، أرحب بها. أهلا بك نهى. أهلا بك دينا. وفي البداية مشاهدينا الكرام، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي. من جانبه أبدى الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا. وقد تم التوافق بين الرئيسين على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية. وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، فضلا عن بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي ان الرئيس السيسي اكد الموقف المصري الثابت ازاء دعم الحكومة اليمنية الشرعية الحالية، مشددا على ان امن واستقرار اليمن يمثلان اهمية قصوى للامن القومي المصري. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والبيئة، وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور معين عبد الملك رئيس وزراء الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أرحب بالسيد رئيس الوزراء اليمني في زيارته إلى مصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد الرب منصور هادي، ومؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين حكومة وشعبا. وقد سلم الدكتور معين عبد الملك رسالة إلى السيد الرئيس من الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، والتي تضمنت الإعراب عن التقدير لمواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمي ككل، ومشيرا إلى تطلع بلاده إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة. وأشاد المسؤول اليمني كذلك بالرعاية والمعاملة الطيبة التي تلقاها الجالية اليمنية في مصر، معربا عن التطلع لاستفادة اليمن من الخبرة المصرية في عملية البناء والتنمية، وموضحا أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية تعد فريدة من نوعها وملهمة لكل الوطن العربي. هذا وقد أكد السيد الرئيس الموقف المصري الثابت إزاء دعم الحكومة اليمنية الشرعية الحالية، وكذلك وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشددا سيادته على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري، وذلك في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، الأمر الذي يفرض مواصلة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي
الدولتين للأزمة اليمنية يضمن وحدة وسلامة أراضيها ويلبي طموحات الشعب اليمني، وذلك وفقا لمقررات الشرعية الدولية والأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. اللقاء شهد مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في إطار تعزيز الأمن في البحر الأحمر، فضلاً عن تبادل الرؤى بخصوص عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تقديم الدعم للجانب اليمني بما يمكنه من تجاوز الأزمة الراهنة، حيث أكد السيد الرئيس استعداد مصر لتعزيز التأهيل والدعم المقدم لإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، فضلاً عن استمرار الدعم المصري للجهود الدولية للتغلب على الأزمة الإنسانية في اليمن. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال هذا الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في إطار البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الشأن بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة. وقد أوضحت السيدة وزيرة البيئة أنه جاري العمل بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى. كما أكدت السيدة وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة سوف تعمل على دمج القطاع غير الرسمي في إطارها، إلى جانب دعم صناعات التدوير بمنظومة النظافة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال كالخبرة الألمانية والبنك الدولي. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمختلف جوانب المنظومة من بنية أساسية، خاصة إنشاء المدافن الصحية والمحطات الثابتة والمتحركة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات، إلى جانب بحث مقترحات توفير موارد تمويل المنظومة على خلفية ما تتطلبه من تكلفة مالية مرتفعة، بالإضافة إلى سبل الدعم المؤسسي للمنظومة لا سيما عن طريق إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات وإشراك القطاع الخاص ودمج القطاع غير الرسمي. وافق مجلس النواب بإجماع الآراء على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، وذلك للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات. جاء ذلك خلال جلسة سرية عقدها مجلس النواب، حيث ثمن وأيد رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة درع الأمة وسيفها ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية. وأضاف المجلس أن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات. وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد. أثنى مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام على قرار البرلمان بإرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، مؤكدا أنه يجب شرعا الوقوف صفا واحدا أمام التحديات الحالية مع القوات المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد الأمن القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق. أكدت دار الإفتاء أن جيش مصر هم خير أجناد الأرض وفي رباط إلى يوم الدين، وأضاف بيان دار الإفتاء إلى أن أبطال الجيش والشرطة المصرية يرابطون في سبيل الله ويقدمون أرواحهم وأجسادهم ثمنا لأماني الشعب.
أكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم ثقة الكنيسة في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ على أمن مصر القومي، وثمن القس بولس حليم الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الدفاع الوطني لحماية حدود الدولة المصرية وأمنها القومي، وأضاف أن الكنيسة تدعم وتساند جيش مصر في كل خطواته الرامية إلى الدفاع عن أمن مصر وسلامة أراضيها، داعيا المصريين إلى الالتفاف خلف القيادة السياسية والجيش المصري. أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مساندته التامة للإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي، وأثنى على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة للدفاع عن ثوابت الأمة، وأكد المجلس ضرورة التزام وسائل الإعلام بكافة أشكالها بالمصداقية والمهنية والضوابط والأكواد الخاصة بالنشر والبث، وتوثيق المعلومات عن مصادرها الرسمية وعدم اللجوء إلى التهويل أو المبالغة أو الاعتماد على المصادر وأشار مجهولة الهوية. وأشار المجلس إلى أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية حال ترويج شائعات أو معلومات غير صحيحة أو تضر بمصالح البلاد. لمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. مرحبا بك دكتور محمود معنا في هذا النقاش على إكسترا نيوز. إذا يعني لوسائل الإعلام دور خاص في هذه الظروف دكتور؟ أيوة تسمعني دكتور محمود؟ حياتك اهلا بك. يعني كنت اسال يعني فيما يتعلق ببيان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اعلن عن مساندته طبعا الاجراءات التي تتخذها الدوله، على الجانب الاخر ايضا اشار لضروره التزام بمجموعه من المعايير يعني المصداقيه والمهنيه والضوابط وما الى ذلك، فاسال حضرتك عن الدور الخاص لوسائل الاعلام في مثل هذه الظروف الدقيقه. طبعا وسائل الاعلام في اي بلد يعني التزامها الأساسي هو حماية المصالح القومية والدفاع عن البلاد ضد كل ما يهددها، سواء كان هذا النظام الإعلامي نظام ليبرالي أو غير ليبرالي. ليه؟ لأنه كل ما يمس مصالح البلاد يتأثر به الأفراد ويؤثر في سير كل العمليات وكل القوانين الخاصة واللوائح ومواثيق الشرف الإعلامي والمدونات تضع المصلحة القومية وحماية الأمن القومي من ضمن المحددات الرئيسية في التغطية الإعلامية. لذلك يأتي هذا البيان ليؤكد على أهمية التزام وسائل الإعلام يعني بحماية المصالح القومية والدفاع عنها، وأيضا فكرة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية كالصدق والدقة والموضوعية وعدم الانحياز والتدقيق في المصادر، والأهم من هذا أن نحارب الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تتردد عبر وسائل الإعلام والتي تستهدف تفتيت وحدة الجبهة الداخلية. طيب فيما يتعلق ب يعني دعم كيانات والمؤسسات المختلفة في الدولة لهذه الإجراءات، رأينا بيان الإفتاء ورأينا أيضا الكنيسة الأرثوذكسية وحالة من الدعم والاصطفاف ظهير قوي يقدم للإجراءات التي تتخذها الدولة. هناك حالة اصطفاف وطني وراء القيادة السياسية وراء القوات المسلحة نلحظها منذ يعني أعلنت عن النتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني، يعني منذ ساعات قليلة أصدر مجلس النواب بيان شديد القوة وشديد الخطورة، أكد فيه على حماية المصالح القومية ويعني دعم كل الجهود التي تبذلها القيادة في سبيل الحفاظ على تلك المصالح، والأخطر هو أنه أعطى يعني الشرعية والدعم القانوني الذي يستوجب من خلال الدستور وفقا للمادة 152 والمادة 130، والذي يوافق فيه على إرسال عناصر من القوات المسلحة إلى خارج البلاد لحمايتها من أي أعمال إرهابية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وهذا يعني أن هناك شرعية دستورية في أي عملية ستتم لحماية الأمن القومي المصري،
ويجب أن نضع في الاعتبار أن مصر وهي تؤكد على الحل السلمي والحل السياسي للأزمة الليبية جاهزة لأي تطورات قد تمس الأمن القومي هناك. طيب، يعني كنا طبعا نتابع على مدار الأيام الماضية يا دكتور التحركات والنشاط الدبلوماسي للدولة المصرية على مختلف الأصعدة ورسائل واضحة أتصور يعني للأطراف الخارجية، لكن ماذا عن الرسائل التي توجه للداخل المصري، للمواطن المصري البسيط الذي يتابع الآن كل هذه التطورات؟ بأي رسالة يتم التوجه له الآن؟ يعني المواطن المصري يتابع خلال الأيام الماضية ومنذ إطلاق المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية وما تبعها من اتصالات دولية ومن مباركات دولية، ثم الاجتماع التاريخي الذي عقد مع زعماء القبائل الليبية بحضور الرئيس السيسي، كل هذه رسائل تؤكد أن مصر تسير في طريق يحمي مصالحها القومية، يحمي كل ما يهدد الأمن القومي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ولكنها أيضا لها درع وسيف يستطيع أن يتدخل لكي يحسب الأمور، وأن مصر حددت خط سرة الجفرة إذا تم تجاوزه سيكون هناك حديث آخر. إذن هناك يد تحمل حمامة تحمل السلام أو تعلن السلام، ويد أخرى تحمل السلاح وتحمي الوطن. هذه هي الرسالة، وأؤكد مرة أخرى أن لدينا درع وسيف ونحن نسير في طريق السلام أيضا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عالم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. أكد وزير الخارجية سامح شكري الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وخلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، أكد شكري رفض مصر أي قرارات أو خطوات أحادية بما فيها ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية في الضفة الغربية. ومن جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود القيادة المصرية الصادقة ومساعيها لدعم القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيدا بدور مصر التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها والدفاع عن المصالح والحقوق العربية. جدد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الرافض لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. وفي تصريحات صحفية برام الله، أكد شكري التزام مصر الدائم بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تشرفت بلقاء مطول مع فخامة الرئيس والقيادات الفلسطينية في إطار استعراض آخر التطورات في وضع الرؤية المشتركة في استمرار العمل من أجل تحقيق المصالح والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التأكيد على حل الدولتين، القرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكيفية استمرار العمل المشترك في إطار التضامن العربي لتحقيق هذه الأهداف والوصول إلى هذه الغاية. ومن جانبه أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي بجهود الرئيس السيسي في حل القضية الفلسطينية، مؤكدا العمل المستمر مع مصر لمنع الإجراءات الإسرائيلية حول ضم أجزاء من الضفة الغربية. قوم بها فخامة الرئيس السيسي وأخي معالي الوزير سامح، هي جهود جيدة مباركة ممتازة ساعدتنا جميعا حتى هذه اللحظة في مواجهة هذا الضم، ونعمل بقيادة الشقيقة مصر لمنع الضم، وبالتالي ما تحدثنا به اليوم كان في غاية الأهمية، هو تنسيق الجهود، متابعة هذه الجهود للوصول إلى منع الضم وفي كيفية توفير المناخات المناسبة لكيفية العودة إلى المفاوضات وفق الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والمتفق عليها دوليا.
وصفت منظمة الصحة العالمية التطورات المتعلقة بلقاح جامعة أكسفورد البريطانية ضد فيروس كورونا بأنها إيجابية وجيدة ومشجعة. وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن هناك 23 لقاحا مؤهلا للاختبار وثلاثة لقاحات أخرى تخضع للمراجعة، موضحا أن لقاح أكسفورد تم استخدامه على نحو 1000 شخص وكانت النتائج جيدة فيما يخص تكوين الأجسام المضادة. وشدد رايان على ضرورة ضمان الإنتاج الكافي من اللقاحات لكل العالم وتحديد الفئات صاحبة الأولوية في الحصول عليه بشكل عادل. وصف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون نتائج تجارب لقاح كورونا بالإيجابية جدا. يأتي ذلك بعد أن أعلنت جامعة أكسفورد أن تجاربها للقاح ضد كورونا أظهرت مستويات سلامة مقبولة. وأشارت الجامعة البريطانية إلى أن الجرعة الثانية من اللقاح أظهرت رد فعل مناعيا للمشاركين وظهور أجسام مضادة. ذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على مقدار المنح في برنامج مساعدات كورونا ليصبح 390 مليار يورو بدلا من 500 مليار يورو. كانت النمسا والسويد والدنمارك وهولندا وفنلندا قد سعت إلى تقليص قيمة المساعدات التي سيتم تقديمها للدول المتضررة من تداعيات كورونا في صورة منح لا ترد. لا يتوقف العمل داخل المعامل والمختبرات الطبية من أجل الوصول إلى لقاح أو دواء لعلاج مصابي فيروس كورونا. وأثناء ذلك تحاول الحكومات حول العالم اتخاذ الإجراءات التي تجعل فرص نقل العدوى في حدها الأدنى، رغم ما يمثله ذلك من تعارض مع ضرورة عودة عجلة الاقتصاد والإنتاج إلى الدوران. لا تزال دول العالم تكافح من أجل منع تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، ففي فرنسا التي تعتبر واحدة من أكثر البلدان تضرراً في أوروبا من فيروس كورونا، أعلنت الحكومة فرض غرامات على مخالف قرار وضع كمامات في الأماكن العامة المغلقة. ووفقاً لوزارة الصحة الفرنسية فإن ذلك القرار سيشمل المتاجر الصغيرة والكبيرة والأسواق والمصارف ومؤسسات أخرى تستقبل المواطنين، وذلك في محاولة لدرء موجة ثانية من العدوى. أما في استراليا فقال كبير مسؤول القطاع الطبي بالإنابة إن إبطاء الزيادة في حالات الإصابة بكورونا في ثاني أكبر مدن البلاد قد يستغرق أسابيع على الرغم من إجراءات العزل العام وأوامر وضع الكمامات. وتفرض حكومة ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولايات استراليا سكنا عزلا عاما جزئيا لمدة 6 أسابيع على نحو 5 ملايين نسمة، وطلبت من سكان ملبورن وضع كمامات عند خروجهم من منازلهم. من جانبها أعلنت روسيا انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا بنجاح، مشيرة إلى أن نتائج الاختبار المتاحة تظهر بوضوح تطور استجابة مناعية لدى جميع المتطوعين نتيجة التطعيم، ولم يتم الكشف عن أي آثار جانبية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية من المتطوعين في وقت الخروج من المستشفى. في تلك الأثناء أعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا إجراء أكثر من 25 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في البلاد. أما الولايات المتحدة فتواجه منذ بداية الجائحة تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس، ولا سيما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها، حيث ارتفع معدل الوفيات في البلاد إلى أكثر من 140 ألفاً، فيما أعلنت 14 ولاية على الأقل زيادات قياسية في عدد المصابين بالمستشفيات خلال شهر يوليو الجاري. ورغم الإصابات اليومية القياسية بأنحاء البلاد، تضغط إدارة ترامب لفتح المدارس خلال أسابيع قليلة، وتقاوم أمراً اتحادياً بوضع الكمامات في الأماكن العامة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتفق مع فرض ارتداء الكمامة على الجميع، فيما أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بياناً يحث الجميع على ارتداء الكمامات لمنع انتشار الفيروس. أما البرازيل فتخطت المليوني حالة إصابة بكورونا، ويقول الخبراء إنه من المرجح أن يكون الرقم أعلى بكثير بسبب عدم إجراء اختبارات كافية في ذلك البلد اللاتيني. أعلن
أعرب رئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه لما اعتبره حالة فوضى داخل البرلمان، وأكد رئيس تونس أنه لن يبقى مكتوف الأيدي أمام الوضع داخل مجلس النواب. وأضاف الرئيس التونسي أنه لن يترك الدولة التونسية بالشكل الذي تسير عليه، ملوحا باستخدام حقوقه الدستورية. أكد أمين عام حركة الشعب في تونس زهير المغزاوي أن حزبه لن يشارك في حكومة بديلة لحكومة إلياس الفخفاخ المستقل تضم حركة النهضة، ومشددا على أن أي حكومة في تونس تضم النهضة لن تنجح. وتنتهي الخميس المقبل المهلة التي منحها الرئيس التونسي قيس سعيد لرؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لمده بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء تتولى قيادة مشاورات تشكيل الحكومة القادمة. أكد حزب التيار الديمقراطي التونسي أن الغنوشي فشل في تسيير البرلمان، هذا وقد قاطع عدد من نواب الحزب الدستوري الحر جلسات البرلمان، وقام نواب الحزب الذي تترأسه عبير موسي بمقاطعة الكلمة الافتتاحية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي رافعين شعار لا للإرهاب بمجلس النواب. نشرت عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر على صفحتها على الفيسبوك فيديو يبرز محاولة الشرطة العدلية إخراجها بالقوة من البرلمان، ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر في البرلمان رافضين فض الاعتصام لحين سحب الثقة من راشد الغنوشي. قتل جنديان تركيان في هجوم شنه مقاتلون أكراد على نقطة للجيش في محيط محافظة هاكاي قرب الحدود مع العراق. وذكرت تقارير إخبارية تركية أن الجنديين قتلا أثناء وجودهما في نقطة تفتيش، حيث هاجمهم مقاتلون أكراد وقاموا بتصفيتهما. أصيب مدنيان سوريان جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي بقذائف الهاون على حي المحطة بمدينة القامشري، كما أسفر القصف كذلك عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات والبنى التحتية. يأتي هذا استمرارا لاستهداف القوات التركية بالقذائف والصواريخ والقرى والبلدات السورية الواقعة على الحدود مع تركيا. أصدرت محكمة بريطانية حكما يدين شركة الخطوط الجوية القطرية على خلفية التهرب من التزامات حقوق ملكية فكرية. يأتي ذلك على خلفية دعوى رفعتها إحدى الجمعيات للحصول على تعويض من الخطوط الجوية القطرية بسبب استخدام قطع موسيقية مملوكة لأعضائها دون الحصول على ترخيص. وتقدم شركة الطيران الموسيقى كجزء من خدماتها على متن الطائرة إلى جانب خيارات ترفيهية أخرى دون أن تدفع لأعضاء الجمعية المقابل. طالب حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا بإقرار دستور جديد للبلد، حيث أكد زعيم الحزب أن التحول إلى نظام الحكم الرئاسي منح سلطات مطلقة لأردوغان، فيما وصف حزب الخير التركي السياسات التركية بأنها ناجمة عن يأس سياسي يضرب حزب أردوغان، وذلك على وقع سلسلة من الأزمات في كافة المجالات. التفرد بالسلطة وتجاهل سيادة القانون ومحاربة الحرية، كلها اتهامات وجهتها المعارضة التركية إلى نظام أردوغان. زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال جلجدار أغلو دعا إلى اعتماد دستور جديد في البلاد يقوم على مبادئ ديمقراطية برلمانية، وطالب في مقال بتشريع قوانين تحدد الحرية والشفافية والمساءلة وسيادة القانون كمبدأ أساسي.
ويركز على الديمقراطية البرلمانية التي تنظم الانتخابات على أساس التمثيل الأكثر شمولية. واعتبر كليكدار أوغلو أن التحول إلى نظام الحكم الرئاسي عام 2017 أدى إلى إلغاء الضوابط والتوازنات الديمقراطية وأضعف استقلال البرلمان والقضاء في مواجهة سلطة أردوغان المطلقة. من جهته قال حزب الخير التركي المعارض إن السياسات التي يتبعها نظام أردوغان تتبع ما يعانيه من يأس سياسي نتيجة تهاوي شعبيته بشكل كبير. وقال رئيس سياسات التنمية بالحزب إسماعيل تاتلي أوغلو لصحيفة جمهوريت إن بلاده دخلت في حالة من الفقر وتعيش أسوأ 5 سنوات في تاريخ اقتصادها. وحتى شركاء الحزب الحاكم في نظام أردوغان لم يخرجوا عن دائرة التهميش، حيث انتقد نائب عن حزب الحركة القومية التجاهل الذي يتعرض له حزبه من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم رغم التحالف الانتخابي بينهم. وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني وجه البرلماني عن حزب الحركة القومية جمال يورت تساؤلات إلى نواب ووزراء العدالة والتنمية عن تجاهل هؤلاء لأعضاء حزب الحركة القومية رغم التحالف بين الحزبين المستمر منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو 2018. وتعيش تركيا على وقع سلسلة من الأزمات في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية، منها أسفرت عن تردي الأوضاع كافة وازدياد معدلات الفقر والتضخم والبطالة، وهي التطورات التي دفعت المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان في أول استحقاق انتخابي محتمل، لا سيما أن كافة استطلاعات الرأي تؤكد هذا التوجه. وأدى هذا التدهور إلى صدمات داخل الحزب الحاكم تسبب عنها تقديم العديد من أعضائه بينهم قادة بارزون استقالاتهم والاتجاه لتأسيس كيانات سياسية جديدة لمنافسة النظام. ارتفع دين تركيا الخارجي المستحق في أقل من عام إلى نحو 5 مليارات دولار، ليصل خلال شهر مايو الماضي إلى 169 مليار و500 مليون دولار. وقال البنك المركزي التركي إن ديون القطاع العام شكلت 23.2% من الإجمالي، كما تمثل ديون البنك المركزي 11.4% والقطاع الخاص نحو 65%. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الاختبار المفاجئ لمدى جاهزية الاستعداد القتالي للقوات الروسية ليس موجها ضد دول أخرى. وقال نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومن أن المناورات التي يجريها الجيش الروسي ليست مرتبطة بتفاقم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق الجاهزية القتالية في المنطقتين الجنوبية والغربية والقوات المحمولة جوا ومشاة البحرية الروسية. علقت المملكة المتحدة معاهدة تسليم المجرمين مع هونغ كونغ، وذلك في عقاب تمرير قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ الذي وافق عليه البرلمان الصيني الشهر الماضي. ووصف وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب هذه الخطوة في بيان أمام مجلس العموم البريطاني اليوم بأنها ضرورية ومتناسبة. وأضاف راب أن المملكة المتحدة ستمدد كذلك حظر الأسلحة إلى هونغ كونغ الذي طبقته على بر الصين الرئيسي منذ عام 89. أعلنت دار الإفتاء أن بعد غد هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن وقفة عرفات يوم 30 من يوليو، بينما أول أيام عيد الأضحى يوافق 31 من يوليو. استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عدداً من المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج. وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الجهود الحالية تستهدف إنشاء 7 معالج متطورة تفوق قدرتها الاستيعابية المعالج القديمة، بما ينعكس بشكل إيجابي على استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر. من جهة أخرى، عرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد خطة الدولة للتعامل مع ديناميكيات السوق عمل ما بعد فيروس كورونا
مشيرة إلى أن الخطة ترتكز على محاور عدة أهمها التدريب المهني وتحسين المهارات والاهتمام بريادة الأعمال، مع تأكيد أهمية تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستثمارات المناخية الذكية. كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس البورصة محمد فريد خلال اجتماع بينهما تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة في ظل جائحة كورونا. كما تم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذه الجائحة في مجال سوق الأوراق المالية، وكذلك استعراض تطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع. وأشهد الاجتماع أيضا مناقشة التوسع في إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة لزيادة معدلات الوعي الخاصة بالأوراق المالية. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب لبحث عدد من ملفات الهيئة. تم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال يونيو الماضي بأكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، واستحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من أعداد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 49%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية ب 26%، فضلا عن الانتهاء من تجهيز مركزين لخدمة المستثمرين في مدينة شرم الشيخ ومحافظة قنا. نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال هدم بمنطقة جبانة المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وأثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، وذلك لإنشاء محور الفردوس. وأكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية بأن هذا الكلام عاري تماما من الصحة، وأن محور الفردوس بعيدا عن الأثار الإسلامية المسجلة بجبانة المماليك، مؤكدا على أنه لم يتم هدم أي أثر، وأن المقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مباني غير مسجلة في عدد الآثار الإسلامية والقبطية وأنها مقابر حديثة. قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن ملف المغتربين والمهاجرين يشهد تعاونا مستمرا بين الجانبين المصري واليمني. جاء ذلك خلال استقبالها علوي بافقيه وزير المغتربين اليمني لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات في ملفات الهجرة والمغتربين. ورحبت مكرم بالتعاون مع اليمن وتبادل الخبرات في هذا الملف. من جانبه أكد وزير المغتربين اليمني سعي بلاده للاستفادة من نجاح مصر في تعاملها مع ملف المهاجرين، مشيرا إلى استفادة اليمن من تجربة مصر في التعامل مع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج والعمل على ربطهم بوطنهم الأم. في تعاون وتنسيق فيما يتعلق بالمصريين في اليمن، وعلى هذا الأساس بنستكمله مع ملف وزير شؤون المغتربين اليمني. النهاردة بيشرفني في المكتب بعد لما أخذنا التوجيهات بالبدء في العمل فورا فيما يتعلق بالتنسيق بطلبات الجالية اليمنية، والحقيقة في تعاون مستمر، وحيكون في أيضا تعاون لحل كل المشاكل أو كل القضايا المثارة، خاصة مع وزارات أخرى معنية زي وزارة الداخلية، وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم. ناقشنا مع معالي الدكتورة نبيلة مكرم كتير من الإجراءات اللي تسهل من وجود هذا اليمنيين الموجودين في مصر من حيث توفير وسائل الراحة وسهولة الإجراءات. ونشكر جدا ما تبذله الدكتورة نبيلة معنا في الفترة السابقة من كثير من التسهيلات اللي قدمت أيضا من الحكومة المصرية، ونشكر فيها من مقابل الحكومة المصرية. ونحن نأمل في بعض الإجراءات، ونحن نواصل لقاءنا هذا اليوم، هو اللقاء الثاني في زيارة رسمية ثانية لمواصلة النقاط كثير، ولقينا ترحيب بشكل متواصل أمس من دولة رئيس الوزراء المصري. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن قضية تنشيط العلاقات المصرية اليمنية تحتل مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية. وخلال استقباله وزير الكهرباء والطاقة اليمني محمد العناني تم بحث عدد من الموضوعات من بينها
زيادة حجم التعاون في مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة. ومن جانبه أشاد وزير الكهرباء اليمني بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها، معربا عن سعي بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة في إعمار اليمن. أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز إتاحة كافة الخدمات الطبية لجميع اليمنيين المقيمين على أرض مصر. جاء ذلك خلال استقبالها دكتور ناصر بعوم وزير الصحة اليمني لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة ونقل خبرات مصر في عدد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية في القطاع الصحي إلى الجانب اليمني. أشارت الوزيرة إلى زيادة برامج المنح العلاجية لليمنيين، فضلا عن زيادة الفرص التدريبية للأطباء اليمنيين بمصر واعتماد عدد من المستشفيات باليمن ضمن برنامج الزمالة المصرية. احنا كان في برنامج للمنح العلاجية للأشقاء اليمنيين. احنا عندنا أكتر من 1,000,000 يمني عايش معنا في مصر ومرحب بيهم جدا. فتحنا المنح العلاجية وفتحنا سقف المنح العلاجية وعملنا كثير من التسهيلات برضو اللي جاي من اليمن عشان يتعالج سواء في القطاع الخاص أو العام. في القطاع العام بيتعامل معاملة المصريين، وفي القطاع الخاص بنعمل له كل التسهيلات. هو الشعب اليمني بيحب يجي يتعالج هنا في مصر. معالي الوزير قال إن تم تسيير 3 طائرات يوميا من اليمن لليمنيين للعلاج في مصر وللسياحة في مصر. ومن جانبه أشاد الدكتور ناصر بعوم وزير الصحة اليمني بدور مصر في مساندة الشعب اليمني لمواجهة فيروس كورونا. نحن على اتصال دائم بمعالي الوزير الحقيقة، وقدمت لنا مصر خلال هذه الأزمة شحنتين من المساعدات الطبية. يمكن اليوم الاثنين ستصل طائرتين إلى مطار أو قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، وستنقل عبر مركز الملك سلمان إلى اليمن. تحوي هذه المساعدات على مواد تعقيم، على ألبسة حماية ووقاية للعاملين في القطاع الصحي، على بعض المستلزمات الطبية. وأيضا ساعدتنا معالي الوزيرة والحكومة المصرية الحقيقة أولا في رعاية اليمنيين هنا في مصر، وتمت معالجة كثير منهم مجانا من الذي أصيبوا بكورونا. وأيضا ساعدتنا في عمل الفحص اللازم عند عودة العالقين. يمكن كان هناك حوالي 8,000 عالق في جمهورية مصر العربية، وتم حتى يوم أمس عودة 7,700 شخص، كلهم تعمل لهم فحص البي سي ار في معامل المركزيه لوزاره الصحه والسكان في جمهوريه مصر العربيه. الحقيقه تنسيق مستمر في كورونا او في غير كورونا مع مصر. قالت وزيره الصحه والسكان هاله زايد انه تم الاتفاق مع الصين على ان تصنع مصر لقاح فيروس كورونا فور التوصل له واقراره. وخلال استقبالها السفير الصيني تم الاتفاق على ان تتولى شركه فاكسيرا تصنيع اللقاح الصيني لصالح مصر ودول القاره الافريقيه، كما انه سيتم نقل التكنولوجيا المتعلقه بذلك وتوطينها في مصر. من جانبه اعرب السفير الصيني عن فخره بالتعاون والشراكه مع مصر للتغلب على فيروس كورونا، كما توجه بالشكر لوزيره الصحه لزيارتها الى الصين في بداية الأزمة في إطار دعم مصر لبكين بناء على توجيهات الرئيس السيسي. قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن اللقاح الذي تطوره الصين لفيروس كورونا قد دخل المرحلة الأخيرة من التجارب فيه. وفي اتصال هاتفي مع إكسترا نيوز أوضح مجاهد أنه بمجرد اعتماد اللقاح ستقوم مصر بإنتاجه وتوزيعه إلى مختلف الدول الإفريقية. ان شاء الله هم في المراحل النهائيه، فكانت تكون المرحله الثالثه من التجارب على اللقاح. الشركه الصينيه طبقا لمخاطباتها مع الجانب المصري او مخاطباتها مع وزاره الصحه والسكان عبر الايميلات الرسميه بتقول انها في المراحل النهائيه والمرحله الثالثه من اجراء التجارب على اللقاح، وفور ثبوت فعاليته على طول هيتم الاتفاق مع الجانب المصري، بس هيكون من خلال الحكومتين المصريه والصينيه، وهيكون تحت رعايه السفاره الصينيه في مصر او من خلال وزاره الخارجيه المصريه على امكانيه الشراكه بين الجانبين على حين تكون عمليه التصنيع من داخل الشركه الخاصه بالسيره. وزي ما وضحت لحضرتك ده هيكون بعد مراجعه كافه خطوط الانتاج من حيث الجوده ومن حيث الامكانيه، واذا كان ان احنا نضيف خطوط انتاج سيتم اضافتها علشان نقدر نصل ان مصر تكون احد المراكز الدوليه المشاركه في تصنيع اللقاح ده بعد ثبوت فعاليته، ونكون المركز الرئيسي في افريقيا ان شاء الله
بتصنيع هذا الوقت. أكدت وزارة التنمية المحلية عدم صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول عدم المسؤولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفتهم أمام القانون. أوضحت الوزارة أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائيا عن المخالفات، كما أشارت إلى أنه طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن تقديم طلب التصالح، وأنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب القرار الأصلي من المساءلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقا لمحضر المخالفة المحرر ضده. وقع وزير التعليم العالي والاتصالات بروتوكول التعاون لتنفيذ منظومة الاختبارات المميكنة وتطبيقات الجامعات الذكية وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية بوزارة التعليم العالي. وكشف وزير التعليم العالي أن البروتوكول تبلغ مدته 5 سنوات بتكلفة إجمالية 4,722,000,000 جنيه، ويشتمل نطاق أعماله عدد 11 مشروعا، مؤكدا أنه يعد ترجمة لتوجهات الحكومة تجاه التحول الرقمي. ومن جانبه أوضح وزير الاتصالات أن البروتوكول يأتي لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية تبلغ مدة العمل بالبروتوكول 5 سنوات. وقعت هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التعليم والتدريب ومنح الشهادات العلمية والتدريب في مجال النقل الدولي واللوجستيات. يهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة ومهارات الضباط العلمية وإعداد وتأهيل الكوادر العلمية لقيادة وإدارة وتطوير ونشر المفاهيم اللوجستية لإدارة المنشآت من منظور لوجستي من خلال البرامج المقدمة بالأكاديمية والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية. أعلنت وزارة الداخلية ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. استهدفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة يتخذها 3 أشخاص وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتمكنت من ضبطهم حال قيامهم بإجراء معاملات نقدية داخل الشقة وبحوزة ما أكثر من 1,660,000 جنيه مصري وما يزيد عن 4,000,000 جنيه مصري عملات أجنبية. واعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأن حجم تعاملاتهم في مجال التحويلات المالية بلغت نحو 1,000,000 دولار أمريكي خلال العام الحالي. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة بمحافظة سوهاج. داهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج مسكن أحد العناصر الإجرامية الذي كون هو وآخرين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بنطاق دائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، ونجحت في ضبط عناصر التشكيل أثناء وجودهم بالمسكن وبحوزتهم 25 قطعة سلاح ناري متنوع وكمية كبيرة من أجزاء أسلحة نارية و23 تربة لمخدر الحشيش، إضافة إلى نحو 6 كيلوغرامات من ذات المخدر مجزأة وكمية من مخدر الأفيون. وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب550,000 جنيه. نفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات العديد من الحملات والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تستمر الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط جرائم غش المستلزمات الزراعية لما لها من أثر ضار على البيئة والصحة العامة وخصوبة الأرض الزراعية، حيث نجحت الإدارة وفي هذا الإطار في ضبط 4 مصانع غير مرخصة بنطاق محافظة البحيرة بداخلها نحو 230 طن مبيدات ومواد خام و677 طن أعلاف و600 عبوة منتج نهائي مبيدات
كلها مجهولة المصدر ومنها ما هو منتهي الصلاحية، كما استطاعت الإدارة ضبط مصنعين ومحل بدون ترخيص بالمنوفية بداخلهم أكثر من 4140 طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر ومحظور تداولها. وسوف تواصل الإدارة جهودها لتحقيق مزيد من الانضباط في سوق إنتاج وتداول الأسمدة الزراعية والمبيدات بما يحافظ على الأراضي الزراعية والصحة العامة. تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة أرقام فقط باللوحات الجديدة المؤمنة حروف وأرقام دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص. يأتي ذلك تمهيدا لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة. تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محطة تحلية مياه الأبار في قرية أبو مزهود التابعة لمركز ومدينة براني، كما تفقد المحافظ أحد الأبار التي تم إنشاؤها في القرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، حيث استمع لمطالب أهالي القرية موجها بدراستها لتنفيذها. كذلك تفقد مستشفى براني المركزي للوقوف على نسب التنفيذ تمهيدا لافتتاحه. انتقلنا لافتتاح مركز الشباب في زويلة، وطبعا مركز الشباب كويس جدا جدا، ويعني اتمنى كل شباب براني يعني يكون هذا هو مركزهم ويمارسوا في كل الانشطه الرياضيه والفكريه. في مكتبه كويسه جدا في المركز، في انشطه ترفيهيه، في العاب متنوعه، تنس طاوله، بلياردو، كره قدم. يعني طبعا بدعو الشباب ان شاء الله، واحنا النهارده حضرت ماتش كره قدم بين ابنائنا في مركز الشباب الزويده النهارده براني، كانت حاجه كويسه جدا. وبعد كده انتقلنا الى مستشفى براني. تفقد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة الإجراءات الاحترازية في مطار سانت كاترين الدولي، وتضمنت الجولة تفقد أعمال التطوير في مستشفى سانت كاترين فضلا عن عدد من مشروعات التوسعة والتجميل في المدينة. وبحث المحافظ مع رئيس المدينة كل الاحتياجات اللازمة لتوفير الإجراءات الوقائية والاحترازية استعدادا لاستقبال السائحين، كما زار محافظ جنوب سيناء دير سانت كاترين والتقى مع عدد من الرهبان. في مثل هذا اليوم من عام 1911 ولدت الكاتبة سهير القلماوي، والتي أصبحت أول امرأة مصرية تحصل على الماجستير والدكتوراه في الآداب. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الجولة من الأخبار نذكر حضراتكم بأبرز ما ورد بها من أنباء. السيسي وترامب يتوافقان على تثبيت وقف إطلاق النار بليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار.
البرلمان يوافق على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود. والصحة العالمية تؤكد نجاح لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا وتعتبره خطوة إيجابية ومشجعة. انتهت النشرة الإخبارية، وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 رأسي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة.